معظم الاعياد بدنا نقول لك انه بس حياتي 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 ان شاء الله الله يديم علينا نعمه يا رب. الله يخليكي بصحتك. مسرح، تلفزيون، جمال، عروضات، كل شيء بتعمل اليوم شو عم نشوفك وين؟ اليوم انا بالفاشن شو جلامرز باي ناتالي فضل الله، جايه لحتى اشوف واتفرج وانبسط ولحتى شارك وانا هون لانه اي حفله بتنعمل او اي ايفنت بينعمل هو بلس للبنان، لانه هو اثبات انه لبنان هيدا البلد يلي قد ما جربوا يشوفوا صورته وقد ما جربوا يعزوا وقد ما جربوا انه يورجوه بطريقه مش حلوه، لبنان هو بلد الحياه وبحب الحياه وراح يضل عايش وراح يضل فرح وراح يضل عاصمة الجمال وعاصمة الأناقة وعاصمة الحب، فهيدا تأكيد اليوم انه نحن شعب ما بيموت. قال عنك بالضميات وريد لحام انك انت بسمة لبنان، بسمة لبنان الحلوة اللي بتنوري كل الأعمال الفنية والبوزيتيف فايبس اللي بيطلعوا منك هيدول هن أساس بحياتي، وأنا بعرف قد ايه بتعملي تتثبتي انه في بوزيتيف فايبس. ليك أول شيء الأمل بالحياة كثير مهم، اللي ما بيعود عنده أمل يعني بيكون ميت. لما انا بدي اطلع قدام الناس او حتى بيني وبين حالي ما بدي يكون عندي امل ببكره احلى، ساعتها افضل اني ما بين. البسمه هي صدقه جاريه، مجرد ما انه انت ببسمتك ترسم بسمه على وجه الناس خليهم يصير عندهم امل ببكره احلى، وهيدا الشيء بالنسبه لإلي بيعمل لي اكتفاء ذاتي. بجرب قد ما فيي كون إيجابية ووزع هيدي الإيجابية على العالم لأنه نحن بأمس الحاجة لإلها، إن شاء الله أقدر ضلني يعني مكملة هيك. وشو بتحبي تقولي لنا خليفة الله اللي بتعمل تاني واحد اللي عم تعمله اليوم وعندها شي تالت ورابع بعدين هنحكي عنه طبعا؟ انا بدي اقول لنتالي اول شيء الف مبروك اليوم، يعني من فوتتنا على المسرح مبين انه في مجهود محطوط كثير كبير، بدي اقول لها يعطيها الف عافيه، بدي اقول لها انه بهيدي الاوضاع لحتى واحد يتجرأ ويعمل هيدا الشيء يعني عن جد شغله كثير كبيره، ان شاء الله بتضلها بهالهمه وبتضلها جامعتنا على الفرح وعلى الاشياء الحلوه. وجودكم اكبر دعم، انا بدي اقول لك يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك، بدي اقول لك اعياد مجيده كمان. انا بدي اقول طبعا نحن بشهر الميلاد، بدي اقول اعياد مباركه للجميع، وعيد الميلاد هو عيد المحبه وعيد المشاركه والعطاء، فبهيدا العيد قد ما فينا نمد ايدنا ونعطي، واللي ما قادر يعطي ماديا بدي اقول له انك تقدر بضحكتك او بكلمه حلوه ترسم بسمه على وجه العالم، فهيدا كمان عطاء وهيدا شيء كثير ضروري. خلينا قد ما فينا نكون ايجابيه وقد ما فينا نعطي غيرنا اللي بنقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مرسي لك ويعطيك الف عافيه وعلي المجيد. علينا وعليكم يا رب، ومن هون بدي اقول لكم انت وبول صديقي انه انا كثير بحبكم وانه انا بدي اتشكركم على متابعتكم الدايمه لإلي وعلى هيك محبتكم ووقوفكم حدي بكل المناسبات، كان بعيد ميلادي ولا بشغلي ولا حتى ضمن عائلتي، فانتوا عائلتي الثانيه. شكرا كثير لكم دايما حدي حبيبتي، مهما قلنا قليل بحقي انت نجم من نجوم العالم العربي اللي مهما عملنا بنضل مقصرين حبيبتي. شكرا كثير، شكرا، بينعاد عليكم.